بسم الله الرحمن الرحيم، نبدأ محاضرة جديدة من مادة إنترنت الأشياء، وآخر موضوع وصلنا له اللي هو Active versus Passive RFID Tags. حكينا إنه في نوعين بشكل رئيسي، Active و Passive. في ممكن نوع ثالث، يعني هو سمي Active، يعني يعتبر Active. الActive RFID Tag تحتوي على بطارية، يعني مصدر الطاقة اللي بغذيها من بطارية، بينما الباسيف ما بتحتوي على بطارية وبكون مصدر الطاقة اللي بغذيها من الهارفستد انرجي من الانتنة. السيمي اكتف هي عبارة عن اكتف تاج RFID tag which contains a battery، يبقى فيها بطارية، but only activates when it's under frequency of reader، لما بتكون تحت تردد الريدر. وحكينا على الفروقات. بالتأكيد الاكتف حتكون فروقاتها او حتتميز بمزايا اعلى، لانه وجود البطاريه بيعطيها طاقه اضافيه، فبالتالي حتتطلب مثلا very low signal strength، بينما في الباسيف very high. المسافه ايضا في الاكتف حتكون اكبر 100 متر، بينما في الباسيف حتكون 3 ل 5 متر. مالتي تاج ريدنج ممكن توصل 1000 تاجز recognized at up to 100 mile per hour، يعني ممكن تقرأ 1000 تاج بسرعة 100 ميل في الساعة، بينما في الباسيف حتكون أبطأ بكثير، يعني few hundreds within 3 meters of reader about 3 second per read، يعني تأخذ كل عملية قراءة 3 ثواني، يعني بتطلع 3 ميل بير أور أبطأ. الداتا ستورج اعلى في الاكتف اكيد، يعني بوصل 512 كيلو بايت، بينما في الباسيف فقط 1 كيلو بايت. اذا بيعطي مزايا اكثر وجود مصدر للطاقه بطاريه في التاجز. النظام كاكتف تاج في بطاريه، اذا هي البطاريه الشيء الاساسي اللي بيختلف في المكونات. جريتر رينج بتوصل ممكن 200 متر. البطارية مصممة إنه تعيش 10 سنوات. limited sensor capabilities، فيها قدرات مجسات محدودة. self powered، يعني مغذى بالطاقة داخليا. ممكن تستخدم الإشارة من اللي هي الانترروجيتر أو الريدر، يعني اللي بقرأها الجهاز. إحنا عم نحكي عن التاج، تمام؟ هاي مكونة التاج اللي هي البطاقة، بيكون فيها طبعا سيركت وفيها ميموري اي اي بروم، وممكن يكون فيها بطارية او ما يكونش. اذا كانت فيها بطارية بتكون اكتف، لكن الشيء المميز هنا انه عشان ما تستهلك البطارية وتضل شغالة طوال الوقت، انا بخلي البطارية تستيقظ ويك اب، يعني يبدأ يشغل الجهاز لما بيجي اشارة من الار اف انترروجيتر. يعني لما يكون جهاز بالجوار في المنطقة المحيطة وأرسل إشارة، ممكن في الحالة هذه يشغل البطارية، يعمل اكتيفيشن ويبدأ عملية القراءة. إذن هاي الطريقة يعني بنوفر إحنا استهلاك البطارية. طبعا المكونات واضحة، بنبدأ إحنا من اليسار، أول نقطة الأنتنة، وبعدين في عندي ديجيتال لوجيك اند كنترول، حيكون في تحكم، لانه حيكون في ارسال اشاره للريدر. وطبعا في عندي لازم يكون اي اي بروم اللي مخزن فيها الاي دي، بيانات ممكن تكون رقم معين، انت حر، ممكن تكون موقع ويب سايت. يعني انا في عندي كان بطاقات مثلا شبيهه في الار اف اي دي اللي هي نير فيلد كوميونيكيشن، بتخزن مثلا تكست، بتخزن عليها مثلا URL اللي هو الادرس، ممكن تخزن عليها ارقام، انت حر، يعني بعطيك سبيس وانت بتخزن فيه كملف، مثلا ممكن تكست فايل مثلا. الباسيف، باسيف يعني ما فيش بطاريه، بالتالي حيكون عندي ليميتد رينج 10 متر، وبعتمد على التردد. Communication and power، في الحالة هذه القدرة مصدر الكهرباء، أنا محتاج energy عشان أشغل الدوائر الإلكترونية، محتاج مصدر للقدرة. من وين بدي أخده؟
من الانتروجيتر يعني الريدر، يزود ار اف سيجنال احصدها، اعملها عمليه هارفست. هارفست يعني احصدها في الشبكه اللي بنشوفها زي ما شفناها، وبتشحن مكثف والمكثف يعمل كبطاريه، وهيك امنت مصدر للقدره يشغل الدوائر الالكترونيه. انا لازم يكون في عندي مايكرو كنترولر يعمل كوميونيكيشن مع الانتروجيتر مع الريدر، وهاي هيك مكوناتها بسيطه جدا. تقسيم الترددات في الار اف اي دي ممكن احنا نصنف من 100 ل 500 كيلو هرتز، نصنفها على انها لو فريكوانسي. من 10 ل 15 ميجا هرتز هاي، او من 850 ل 950 هاي هاي فريكوانسي، والالترا هاي من 2.4 ل 5.8 جيجا هرتز، هذا تردد عالي جدا. طبعا احنا بنعرف خصائص الاشارات الار اف سيجنال بتتغير حسب التردد. كيف يعني؟ انت عندك الطول الموجي للاشاره مرتبط بالتردد، فالطول الموجي بحدد خاصيه الانتشار. عشان هيك بنلاقي كل ما قصر الطول الموجي وزاد التردد صار بالجيجا هيرتز، الاشاره ما في عندها القدره انه تتجاوز العوائق وتنتقل، بصير اي معيق في الطريق يحجب الاشاره. وعشان هيك مثلا اشاره الستلايت اللي هي التردد عالي جدا بالجيجا هيرتز، لازم يكون في عندي طبق اللي يجمع الاشاره وما يكونش اي عائق في الطريق، والا اذا بتلاحظ لو وضعت حتى ايدك على قبال الطبق بتعمل حجب للاشاره وما بتستقبلش الارسال، لانه كل ما زاد التردد قل الطول الموجي واصبحت الاشاره تاخذ اللي بنسميه مبدا اللاين اوف سايت، وحنحكي عنه هنا. اللو فريكوانسي شورت تو ميديوم ريد رينج، مسافه متوسطه للقراءه غير مكلفه وقراءه بسرعه منخفضه لو ريد سبيد. تطبيقاتها الاكسس كنترول، التحكم في الدخول يعني زي بوابات مثلا، انيمال ايدنتيفيكيشن يعني بدهاش تكون كم البيانات كبير، يعني لانه لو ريد سبيد يعني سرعه بطيئه. التعرف على الحيوانات يعني مزارع الابقار، ممكن يكون مثلا في اذن كل بقره في RFID تاج. Inventory Control التحكم في المخزون، بينما الهاي من 10 ل 15 ميجا هيرتز حيصير عندي Short to Medium Range، نفس المسافة هناك Short to Medium، Short to Medium أيضا Range مسافة متوسطة. تستخدم أيضا في Access Control والSmart Cards. من خصائصها غير مكلفة وسرعة قراءة متوسطة. الالترا هاي لونج ريد رينج بتعطيك مسافه بعيده، هاي ريدنج سبيد سرعه قراءه عاليه، لاين اوف سايت از ريكوايرد، نفس الكلام اللي حكيناه قبل قليل انه لازم يكون في خط رؤيه مباشر ما بين مين ومين، ما بين التاج والريدر، لانه نتيجه خصائص الاشاره الار اف اف سيجنال الطول الموجي بيقصر، فبتصير الاشاره او الموجه ما عندها القدره على الانتشار حول العائق او تجاوزه، وبترتب عليها انه لازم يكون في خط رؤيه مباشر بين الاثنين، ما بينفع يكون في مثلا حائط عائق. وطبعا غير مكلفه، تستخدم اذا التطبيقات اللي بتتطلب مثلا خط رؤيه مباشر، ريل رود كار مونيتورينج مراقبه مثلا القطارات السكه الحديد العربات، تول كولكشن سيستم او نظام جمع الرسوم استخدام الطريق على الطرق السريعة، لأنه بقرأ كمان بسرعة. السيارة بدل ما تصير عملية أنه نروح السواق ويدفع الرسوم استخدامه للطريق، تصير عملية قراءة ذاتية للسيارة ويتعرف أن السيارة مرت، والتعرف على السيارة Vehicle Identification. طبعا هاي مكوناتها، وبشكل رئيسي في عندي هنا الكويل، في عندي انا ممكن على الالكتريك فيلد وعلى الماجنتيك فيلد. عندي هنا الكويل وبالتالي بيشتغل على الماجنتيك فيلد على المجال المغناطيسي،
وفي عندي طبعا من ضمن مكونات الدائرة الإلكترونية في عندي أنالوج ديجيتال كونفرتر، وفي عندي انتجريتد سيركت، وعندي التيار بمر في الكويل الإشارة مثلا تصطدم بالكويل تحول لتيار، أو العكس التيار بمر في الكويل وبتحول لإشارة. وبكون طبعا في مجال في الجوار، مجال مغناطيسي، ولما بتراكم الشحنات في المكثف بيزيد جهد المكثف، وبالتالي بتصبح في شحنة كافية اللي تشغل التاج. بدأ التاج محتاجة طاقة كهربائية، قدرة. هذه تاج ولكن من نوعية أخرى، هاي بتشتغل على إلكتريك فيلد، عشان هيك في عندي مش ماجنتيك فيلد، في عندي إلكتريك فيلد، في عندي دايبول أنتنا بدل الكويل. بنعرف في للموجة الكهرومغناطيسية في إلكتريك فيلد وفي ماجنتيك فيلد. كيف؟ التاج طلع معي. التاج هي عبارة عن إي بروم، أنت بتخزن فيها معلومة معينة، رقم البطاقة، رقم البطاقة، بيانات. ممكن يعني أنا قلت لك إيش إي بروم؟ ذاكرة بتخزن فيها من 1 كيلو بايت إلى 512. أنا بقرأ التاج هذه بعرف هويتها، هويتها بتكون مربوطة عندي، بجيب الريكورد تبعها كل تفاصيلها. يعني أنا مثلا الاسم زي ما بقرأ البطاقة وبعرف إنه مثلا فلان الفلاني، إذا بجيب كل تفاصيله كل سجله، لأنه عندي بكون مخزن على الكمبيوتر. فهاي التاج فقط عبارة عن اي دي، عشان هيك اسمها ايدنتيفيكيشن، راديو فريكوانسي ايدنتيفيكيشن، تعريف. كل منتج ممكن يكون جاكيت، ممكن يكون حذاء، ممكن يكون بقرة، ممكن يكون يعني كائنات حية، ممكن يكون بطاقة باص مثلا، ممكن يكون سيارة على الطريق السريع. فأنا بتعرف عليها من خلال التاج، هاي إلها تاج بقرأها، وإذا جبت رقم السيارة أنا عرفت كل سجلها، خلص بلزمنيش إيش بعد هيك. عرفت مين صاحب السيارة، عرفت ايش ترخيص السيارة، عرفت قديش ضايل في ترخيص مثلا، عرفت سجل السيارة كله من يوم ما تم شرائها. يبقى أنا قرأت السيارة عبر الـ RFID. إذا قلت للسيارة هذه في RFID تاج بتخصها، بقرأها وبعرف إنه هاي السيارة هي سيارة فلان الفلاني. Communication and Collisions، الطرفين الريدر والانتروجيتر بتواصلوا مع بعض عبر حزم بيانات، حزمة باكت، very simple باكت فورمات. في عندي الجنرال ستراكشر بالشكل التالي، في عندي السنكرونايزيشن والهيدر والكوماند والداتا والسي ار ار سي، الداتا البيانات اللي بدي ارسلها، والسي ار سي انا بعمل عليها كود سايكليك ريدندنس تشيك، وممكن اضيف لها هيدر وكوماند واعمل سنكرونايزيشن. يوجوالي ريدر تو تاج اند تاج تو ريدر فورمات سم وات ديفرنت. عاده بتكون القراءه من ريدر الى تاج او من تاج الى ريدر بتكون مختلفه نوعا ما. بنضيف عاده تيبيكالي 2 بايتس سايكليك ريدندنسي تشيك، يعني بنضيف كود اضافي عشان نضمن انه البيانات وصلت بشكل سليم. الكوليجنز التصادمات، all tags receiving query will respond. لو كان في عندي مجموعة من التاجز وانا عندي ريدر واحد وارسلت امر قراءة، انا حرسل مش حوجهه حوالين تاج واحدة، انا حرسله في الفراغ المحيط. فلو كان في اكثر من تاج كلهم حيستقبلوا في نفس اللحظة. طب اذا كلهم بدهم يردوا في الحالة هذه، اذا حيصير عندي ايش؟ تصادم كوليجنز. هيصير عندي
تصادم، تصادم يبقى يعني فشلت عملية القراءة. Many readers feature simultaneous read capabilities. في كثير من الريدرز بقرأ لحظيا عشان يحل مشكلة التصادم. No career sense possible. ما بنقدر نعمل استشعار للكارير. طيب في عند الباركود والRFID ايش الفرق بينهم؟ RFID offers unique identification. RFID enables automation. الRFID مكنت الاوتوميشن، يعني انه تصير كتير عمليات مؤتمتة لوحدها، زي مثلا مخالفة السيارات اصبحت automated لوحدها، بتتم العملية من غير اي تدخل بشري. RFID does not require line of sight contact. ما بتطلبش انه خط رؤية مباشر. Can scan hundreds of items per second. ممكن تمسح تقرأ مئات الـ RFID في ثواني. الـ EBC هو عبارة عن باركود، يعني محتاج إيش؟ كاميرا. Record serial number of individual items. Can track transaction history of any time. Barcode requires a human intervention. بتطلب تدخل عنصر بشري. تطبيقات Application scenarios. أول تطبيق Track movement of consumer product goods، يعني زي ما انت شايف تتبع البضائع، يعني في المحلات مثلا انا ممكن يكون عندي في الملابس في كل يعني منتج يكون في عندي RFID بحيث انه اتبع المشتريات، يعني ما يتم عملية خروج لأي قطعة بدون ما انه تكون خرجت بشكل رسمي خلال عملية شراء اذا كان يعني مسموح لها تخرج، او ممكن في بيتم RFID وضعها وعند عملية الشراء بشيلها زي ما بتشوف في المحلات عشان ما تعملش انذار والشخص خارج. اذا هي عملية تراك للايش؟ للكونسيومر برودكت جودز، للبضائع. او انيمال ايدنتيفيكيشن تراكينج كاونتينج، الابقار مثل الحيوانات بتعرف عليها وبعملها تراكينج تتبع وعد كمان انه يكون عندها كامل مش اشي مثلا مفقود. تول كولكشن اللي هي الصوره اللي في النص اللي هي على الطرق السريعه على السياره وهي بتمر، بنستخدم التقنيه هاي عشان ناخذ الرسوم من كل سياره بشكل تلقائي، فنعرف السياره وممكن نبعث له فاتوره انه عليك المبلغ كذا بعد ما يكون مر تخصم من حسابه مثلا. هاي مقصود فيها اوتوماتيك تول كولكشن على أساس إنه يستردوا التكاليف اللي استثمروها في الطرق، بيصيروا يطلبوا من السيارات تستخدم الطريق رسوم استخدام، بتستمر العملية لمدة سنوات 10 سنوات 20 سنة، كل واحد معدى الطريق بيدفع مبلغ معين دولار دولارين إذا بده يستخدم الطريق هاي، فبأخذوها منه في الطريق وهو ماشي، ممكن بشكل يدوي وممكن بعملية أوتوماتيكية. ممكن كمان الكبار في السن مثلا يتم زراعة RFID chip أو تاج، يعني بالذات اللي عندهم الزهايمر بنسوا حالهم، مش مع يعني مش معروف مين هو بصير ما عرفش يستجيب، فممكن الأمن لو عثر على شخص مثلا عنده زهايمر مش عارف وين كيف تاه مثلا ومش قادر يعرف يعطيهم معلومات، فبيقرأ RFID tag وبتعرف مين هو الشخص وممكن يجيب أهل المعنيين. تطبيقات أخرى Asset Management and Retail Sales، يعني إدارة الأصول ومبيعات التجزئة. Payment by Mobile Phones، الدفع عبر الموبايل فونز. Promotion Tracking أو تتبع البضائع. Access Management، التحكم في الوصول. اليوم حتى في بطاقات يعني هي أقرب لنفسي اللي بتفتح البوابات، بوابات المكاتب مثلا. Transportation Payment Toll Reads Public Transit الباص القطار السبوي Machine Readable Travel Documents الجوازات السفر. اليوم في المطارات مش محتاج موظف أمن يعمل لك عملية تختيم للجواز، الجواز فيه بطاقة NFC اللي هي من عائلة RFID، فالجهاز بقرأ الباسبورت بيعرف انه فلان فلاني ما
بعمل له عملية ختم أو بسجل إنه عنده إيش خرج من البلد، يعني بعمل له عملية خروج Airport Baggage Tracking Logistics. في المطارات السير اللي بتمشي عليه الشنط، تمام، ممكن نستخدم فيه RFID بحيث نتبع وين الشنط تتحرك على السير. تعرف أول ما تنزل الطيارة بتروح على الباجج كليم انك تاخذ الشنطه تبعتك، الشنطه بتبقى ماشيه بتلف بشكل زي بيضاوي هيك، متخيلينه كيف؟ فهي ممكن نستخدم فيها RFID تاج. ميوزيومز، المتاحف، تراكنج سبورت ميموريابيليا تو فيريفاي اوثنتيسيتي، انيمال ايدنتيفيكيشن اند تراكنج، تتبع الحيوانات والتعرف عليها، هيومن امبلانتس، زرع الاشياء في جسم الانسان، الكيليس انتري، الدخول بدون مفاتيح، بروكسيمتي كاردز، هاتف الان اف سي، سبلاي تشين مانجمنت، مستخدم اليوم بشكل واسع. هاي يعني رفيعه جدا بشكل يعني زي الابره تقريبا، هاي حبة الرز شايفة كيف؟ سمول جلاس سلندر على شكل اسطوانة زجاجية صغيرة جدا، عرضها 2 ل 3 ملي متر، يعني فقط العرض تبعها 2 ل 3 ملي، وطولها من سنتي لسنتي ونص، مكونة من مايكرو تشيب كويل انتنا اند كاباسيتور. Implanted typically under skin of an arm or the back of the neck. يعني ممكن تضعها تحت جلد اليد أو على الرقبة، خلفية الرقبة الخلفية، في المنطقة هاي ممكن. هاي عبارة عن RFID. طيب أنا ممكن كمان مش محتاج موظف يعمل لي تشيك اوت للمضيع عند شريكها عربية التسوق، ليش؟ لأنه أنا باخذ العربية وبضلني ماشي. إذا كل منتج فيه RFID يبقى أول شغلة كلاندستاين تراكنج، إنه أي ريدر في المحيط عنده القدرة إنه يعمل سكان للRFID تاج ويقرأ محتواها للأسف. فإيش بنحللها؟ إنه تركب جامر صغير في المحفظة اللي يمنع الوصول مثلا للاي ار اف اي دي تاجز اللي في محفظتك. الانفنتورينج انه ميثود فور جاذرينج سنسيتيف انفورميشن فروم تاجز thus gaining knowledge about organization inventory. الانفنتوري المخزن، وايش في بضايع في المخزن؟ كل المنتجات لها تاجز، فممكن واحد يعرف بيانات تفاصيل ايش موجود في المخزن من خلال قراءة التاجز اللي موجودة مع كل البضائع. طبعا هذا بوضح انه شخص مثلا حامل مجموعة من الشغلات وكلها فيها تاجز، ببين انه قديش في مصارف محفظته مثلا، ببين انه قديش في ايتمز معاه في الحقيبة مثلا. برايفسي كونسيرنز، تحفظات مثلا على الخصوصية. Tracking and Inventorying. Tags respond without alerting owner bearer. التاج اللي معك هتستجيب وهتنقرأ من غير ما تاخد إذنك، أصلا هي معمولة عشان تصير عملية إيش؟ أوتوماتيكية، فبتم قراءتها من غير ما تشاورك، يعني انت مش هتشعر انه تم قراءتها. Clandestine tracking is plausible threat، يعني فعلا تهديد على الخصوصية. Unique identifier can determine what objects a person is carrying، يعني ممكن يعرفوا انه ايش ما بيحمل الشخص معاه. As of today still limited concern، مش كتير خطيرة،
لانه الـ RFID infrastructure، البنيه التحتيه للـ RFID readers مش كتير منتشره، is scarce and fragmentary، يعني منتشره يعني مشتته. Tagging of individual items is still years ago. كمان تتبع يعني عناصر فرديه لسه محتاج سنوات. But might become serious threat in the future، ممكن يصبح خطر في المستقبل. ايش في كمان اشي؟ Security and privacy solutions issues، امور يعني متعلقه في السكيورتي. Unauthorized reading، يعني انه واحد يقرا من غير ما يكون معاه الحق في القراءه. Unauthorized writing، ويقدر يكتب كمان يعني يغير سعر مثلا التاج. Can change price of an item. الأجهزة اللي ممكن تستخدم، في عندي RFID زابر، can burn tag using overcurrent. RSA blocker tag placed near other RFID prevent reading، اللي هي هاد اللي حكيت عنها، انه اركب بلوكر يمنع عملية قراءتها. Put tag to sleep، يخلي التاج يعني في وضع نوم. Can wake up later. Relabel tag and dual use tag. Customer sees different info or can override tag with useful information. أعيد الليبل، أو يعني تصير القراءة مستخدمة لأكثر من غرض. Dual use، يعني ممكن أعيد برمجتها من جديد، أعيد الكتابة عليها. وممكن يكون من ضمن الحلول authentication، يعني عشان أقدر أقرأ يتطلب الريدر مثلا PIN number معين. الريدر يكون أيوة بالضبط، يعني هاي مثلا عندي بطاقات مش عارف أقرأهم، مثلا تشفير معين. NFC near field communication، اختصارها NFC، هي one of the latest communication technologies، تكنولوجيا اتصال حديثة، as a short range wireless connectivity technology، بتعطي اتصال مدى قصير جدا، سنتيمترات فقط. NFC offers safe yet simple communication between electronic devices، وممكن تستخدم في التواصل أو الاتصال بين الأجهزة الإلكترونية، موجود في الجوالات. It enables exchange of data between devices over a distance of 4 centimeter or less، يعني بتسمح بتبادل البيانات بين الأجهزة لمسافة 4 سنتي. NFC operate at 13.56 megahertz and rates ranging from 106 kilobit per second to 8448 kilobit per second. تشتغل تردد 13.5 megahertz وبسرعة 106 kilobit per second ل 848 kilobit per second. إيش كيف بتشتغل؟ NFC is based on RFID technology. بتعمل على تكنولوجيا RFID، نفس المبدأ اللي هو أنتنة و Harvest Energy. إذن NFC تتبع RFID that uses magnetic field induction between electronic devices in close proximity، اللي بكون في القريب عليها في الجوار، بستخدم معها مجال مغناطيسي. For two devices to communicate using NFC، one device must have an NFC reader writer and one must have an NFC tag، يعني الجهاز يكون يقرأ ويكتب وجهاز يكون عبارة عن tag. لكي تتم عملية القراءة بلزمني reader writer و tag. Tag is essentially an integrated circuit، دائرة متكاملة containing data، بتحتوي بيانات connected to an antenna that can be read or written by the reader. كيف بتشتغل؟
The technology is simple, extension of ISO IEC 14443 proximity card standard. يعني standard اللي هو contactless card مع ال RFID that combines the interface of a smart card and reader into single device. NFC device can communicate with both existing ISO IEC 14443 smart card and reader as well as with NFC devices and is thereby compatible with contactless infrastructure ready in use for public transportation. Public transportation في المواصلات العامة مستخدم زي ما حكيت. اليوم معتمد هذا في public transportation والدفع الإلكتروني payment. NFC is primarily aimed at usage in mobile phone. استخدم في السمارت في الموبايل فون السمارت فون. مثلا في 2015 كان في 600 مليون جهاز في NFC. اليوم اكيد اعلى بنسبة بكثير. كيف؟ هذا قبل 6 سنين، اليوم اكيد الرقم اعلى بكثير. Estimates that 5% are used at least once a month. 5 منهم استخدموه مرة في الشهر على الاقل. تطبيقات ها؟ اول شيء كارد ايميوليشن، يعني ال NFC device نفسه اللي بقرا ممكن يستخدم كبطاقة. The NFC device behaves like an existing contactless card، يعني الريدر يعمل كبطاقة. أو ممكن reader mode، the NFC device is active and reads a passive RFID tag، يقرا passive RFID tag. For example, interactive advertising. أو P2P، two NFC devices communicate together and exchange information. يعني اليوم أنا لو عندي مثلاً NFC وأنت عندك NFC، ممكن نبعث مثلاً ملف داتا. ممكن كمان مثلاً أرسل لك مثلاً بطاقة تعريف في تطبيقات، شنو في بزنس كارد، بطاقة إنه أنا فلان فلان وموظف وكذا. اليوم ممكن تقول له اقرأ عبر جوالك تطبيق، اقرأ الكارت تبعي عبر الـ NFC. كمان لاحظت في الطبعات الإعدادات الـ settings تبعت الطابعة بتكون في بطاقة الـ NFC اليوم موجودة. يعني الـ يعطي الـ مش الدرايفر، لا درايفر بده يمكن حجم كبير مثلا 1 ميجا 10 ميجا، لا هاي بس اعدادات السيتنجز، السيتنجز اللي بدك اياها للطابعه تضعها في الـ NFC. يعني تفاصيل عن الطابعه يقراها الجهاز من غير توصيل. تطبيقاتها البيمنت، موبايل بيمنت، لا واي فاي ولا بلوتوث ولا حاجة. هذا ستاندرد خاص فيه اسمه نير فيلد كوميونيكيشن، اللي هو نفس عيلة الـ RFID حكينا، قلنا هذا عبارة عن البطاقة هذه بتتواصل معها بستاندرد معين بتبادل البيانات أرعف، لكن مش بلوتوث ولا واي فاي نفسي، لأنه بيمثل نير فيلد كوميونيكيشن. الاثنين بتواصل مع بعض اللي هو الريدر والتاج. التاج ايضا ترسل بيانات. التاج فيها مايكرو كنترولر صغير، هذا البطاقه اللي حقها سنتات فيها مايكرو كنترولر بيعمل تحكم وبيعمل كوميونيكيشن بروتوكول بتواصلوا مع الريدر. كمان الكترونيك كيز، بير تو بير داتا ترانسفير، نقل البيانات، او بوينت تو بوينت. تطبيقات كثيرة، انت كمان ممكن تفكر تطبيقات مرتبطة بالانترنت الاشياء. NFC can be used to configure and initiate other wireless network connections such as Bluetooth or Wi-Fi. وحكيتها، يعني اعدادات initiate اعدادات معينة ممكن تضعها في NFC. تمام؟ وبالتالي تقرأ الاعدادات هذه وتشغل اللي هو البلوتوث او الواي-فاي اللي بيشتغل عليها. يعني طبعا ممكن تشتغل على واي-فاي او على بلوتوث. تمام، الاعدادات اللي بدك اياها اللي تشغلها بتكون موجوده في الـ NFC.
مستقبلا طبعا انه تستخدم بشكل اوسع مثلا في التسوق مثلا، وكل واحد يقرأ الاسعار المنتجات اللي فيها في المحلات، ياخذ بيانات اكثر، الى انه انزل تطبيق وبعمل سكان او بعمل ريد لنفسي تاج، باخذ تفاصيل اكثر عن المنتج. goods and prices are registered automatically. البضائع كمان خلص بعمل لها سكان وانا عامل تشيك اوت اوتوماتيكلي. برضه في المطارات مثلا، التنقل في المطارات، انترنت الاشياء، مستقبل انترنت الاشياء كمان. الباركود بده شخص يشغله، بينما ال RFID وال NFC بدها الشخص. Aggregation standardization. Aggregation refers to gathering of sense data in a way that eases the process of handling. يعني processing and storage of data. عملية جمع البيانات بطريقة تسهل معالجتها وتخزينها. يعني لا هي فهمنا المصطلح. Aggregation besides providing the ease of handling is also helpful to extract meaningful conclusions for future decision making. عشان يعطينا سهولة في معالجة بالبيانات ونستخرج منها استنتاجات مهمة لصنع القرار. Within the context of data aggregation IoT, standardization is one of the most important issues. Standardization مهم في الaggregation. So far, relational database and SQL have been considered for storing and querying of structured data. الـ SQL مستخدم لتخزين بيانات والاستفسار عنها. However, no standards available to handle unstructured data. مش موجود ستاندرد معين عشان البيانات الـ unstructured. IoT promises scalability of billions of devices that ultimately demand common standards in order to communicate and aggregate the data of heterogeneous nature. في عندي ملايين الأجهزة، بليونات مليارات يعني الأجهزة مرتبطة على الإنترنت، وبتتطلب أن يكون لها كومن ستاندرد عشان تتواصل وتنقل البيانات اللي لها طبيعة مختلفة. Existing internet standards were developed without considering of IoT vision. الإنترنت لما تطور أو الستاندرز للإنترنت لم تكن تأخذ في الحسبان أنه يوم من الأيام حيطلع عندي حاجة اسمها IoT. الانترنت لما انعمل أنه communication for people، للأفراد، مش يعني أنه متوقع في المستقبل حيصير في أشياء هتستخدم الانترنت. IoT systems were developed using proprietary protocols that eventually make communication problematic among IoT devices. في كتير بروتوكولز بتخص الشركة نفسها، يعني بروبرتي خاصة فيها، وبالتالي بيصير التواصل بين الـ IoT devices في مشاكل problematic. Standardization is inevitable within IoT domain. ضروري أساسي للـ IoT domain. It is essential to guarantee interoperability, scalability, alike data semantics, security and privacy. لازم عشان نضمن التشغيل ما بين أكثر من سيستم يكون في عندي standardization. Several standards are required to be followed to realize data aggregation IoT. لازم يكون في أكثر من standard معين. However, technology standards and regulatory standards are two broad categories of standards related to the process of aggregation. Technology standards include network protocols, set of rules dealing with identification and connectivity among devices. Communication protocols, set of rules with the provision of common language for devices communications. يبقى في standards معينة مطلوبة لازم نتبعها عشان يصير في عندي aggregation. الـ IoT Elements لو طلعت في الشكل التالي، مكونات الـ IoT Elements: Digital Identification, Communication, Computation, Semantic, Services, Sensing. In the Internet, Communication is based on
layering stack of TCP IP protocols. IoT paradigm is a multi-layer methodology that supports meaningful communication of billions of smart things equipped with a processor, sensor, actuator, and communicator. هاي مكونات الـ IoT وبتسمح بالاتصال ما بين مليارات الأشياء الذكية اللي فيها بكون معالج وسنسور وأكتويتر. IoT elements. IoT essentially connect diverse range of hardware devices to a plethora of application domains. The heterogeneity of application and hardware domains imposes varied significant challenges that are essential to meet for the successful deployment of simple and complex IoT systems. طبيعة المختلفة للتطبيقات الهاردوير بتفرض تحديات مختلفة أساسية عشان نقدر ننفذ أو نطبق أنظمة IoT systems معقدة. In addition to heterogeneity, considering all time ubiquitous connectivity, IoT needs to address a diverse range of issues, including scalability, interoperability, security, privacy, QoS for high traffic storage needs that ultimately affect architecture of IoT systems. الاركتكتشر في عندي اكثر من اركتكتشر، انا مش هشرحهم كلهم ومش مطالبك فيهم كلهم، لكن هشرح واحده بشكل مفصل والثانيه بشكل سريع، الباقي يعني بعتبرها تكرار. 3 layer IoT architecture. The simplest ابسط IoT architecture consists of 3 layers، مكون فقط من 3 layers. Perception network application. هاي ابسط واحده. Perception استشعار يعني. Perception layer طبقة الاستشعار. Information collection data transmission. Network layer en route the received data to distant application. والapplication layer provide service semantic analysis. Perception layer at the bottom of IoT architecture responsible for the collection of various types of information through physical sensors or components, smart things, RFID sensors, objects with RFID tags or sensors. Transmit the processed information to the upper network layer. يعني بترسلها للطبقة اللي أعلى منها اللي اسمها network layer via service interfaces. The main challenge at the perception layer is related to the recognition and perception of environmental factors through use of low power nanoscale technology in smart things. يعني التحدي الأكبر في الـ perception layer هو مرتبط بالتعرف واستشعار العوامل البيئية من خلال استخدام تكنولوجيات نانو سكيل موجودة في الـ smart things وبتستهلك قدرة قليلة. الـ network layer اللي إلها اسم آخر transmission layer. إذا في عندنا ثلاث طبقات perception, network, application. هاي الطبقة الوسطى middle layer في الوسط. It accepts processed information from perception layer. تستقبل بيانات المعالجة من the perception layer and forward the received data to distant application. ممكن تستخدم number of technologies زي wireless local area network, WLAN, Wi-Fi, LTE, Bluetooth, low energy, Bluetooth, 3G, 4G, 5G are integrated with IoT gateway that handle heterogeneous types of data to or from different things to application and vice versa. Besides network operation, جانب تشغيل الشبكة, network layer in some cases enhance platform information operation within the cloud. The application layer at the top of the three layer, يعني عند المستخدم, responsible for provisioning services requested by the user, temperature, moisture, humidity, air, يعني مثلا هاي إذا كانت بيانات إلها علاقة بالبيئة. Besides user request services, the application layer provides data services, data warehousing, big data storage, data mining, etc. to perform semantic data analysis. Smart health, intelligent transportation system, smart building, smart industry, and smart city are some of the applications with smart user interface at application layer.
الفايف لاير بالشكل التالي، مش حاخد في تفاصيلها، لكن اسمائهم بزنس لاير، ابلكيشن لاير، سيرفيس مانجمنت لاير، نتورك لاير، ريسبشن لاير. طبعا في عندي 7 لاير او طبقات، يعني مدن اعلى من 3 لاير و5 لاير، في 7 لاير مثلا، لكن انا مش هشرحها لانه حيكون متشابهة فيها. فهيك بنكون خلصنا هاي المحاضرة.